بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنراجع مع بعض الجزء الرابع من مراجعة الشهادة الثانوية العامة. سؤال من فرع الأدب على درس المقال. سؤال أكمل: من سمات المقال الأدب القصير العناية بنقط وتوضيحها. 2- سهولة النقط واختيار الألفاظ المناسبة. 3- ذكر الأدلة النقط. 4- التحليل والاعتماد على النقط. لو جينا فكرنا شوية هنلاقي إن الإجابة السليمة من سمات المقال الأدبي القصير: رقم 1- العناية بالفكرة وتوضيحها. 2- سهولة العبارة واختيار الألفاظ المناسبة. 3- ذكر الأدلة الواقعية. 4- التحليل والاعتماد على الواقع. لو برضو دخلنا في فرع الأدب بس الكلام على مدرسة الديوان، السؤال برضو أكمل: رواد مدرسة الديوان هم العقاد والمازني ونقط، الذين كانوا متأثرين بالرومانسية في الأدب نقط، وسميت مدرسة الديوان بهذا الاسم نسبة إلى كتابهم نقط في الأدب والنقد الذي أصدره العقاد والمازني. لو فكرنا شوية هنلاقي إن رواد مدرسة الديوان هم 3: العقاد والمازني وشكري، وكانوا متأثرين بالرومانسية في الأدب الإنجليزي، وسميت مدرسة الديوان بالاسم ده نسبة إلى كتابهم الديوان اللي اتعمل في الأدب والنقد وأصدره العقاد والمازني. لو جيت لسؤال أكمل من نص الصغيران، السؤال عن أدب الرافعي، هنقول: ينحصر أدب الرافعي في الدفاع عن الدين ونقط، والدفاع عن اللغة نقط، والتجارب نقط. اللي عارف أدب الرافعي هيلاقي إن أدب الرافعي بينحصر في الدفاع عن الدين والقرآن الكريم، والدفاع عن اللغة العربية، والتجارب الذاتية. وبكده نكون انتهينا من هذا الجزء من المراجعة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعله خالصا لوجهه. كان معكم أستاذ هيثم المصري.